مؤسس بعد النجاحات اللي قادها، خصوصا في معركة لاماكتال اللي ما بين مقطع اللي ما بين وهران ومستغالم، أبان عن القوة نتاعه، وكان الدعم يجيه من طرف المغرب آنذاك، إلى أن تم توقيع معاهدة تافنا. في موقع معاهدة تافنا تحصل الأمير على بعض الهدايا عندما اعترف بالقوة الإسلامية. الأمير عبد القادر تقصد السي وليد؟ نعم، الأمير عبد القادر تحصل على هدايا، وتلك الهدايا هدايا من اسمح لي، الهدايا من من عند الفرنسيين، من عند الفرنسيين. وقعوا معاهدات سلم وصلح، وأرسل تلك الهدايا إلى سلطان المغرب بحكم أنه كان أعلن الجهاد ضد الفرنسيين باسم سلطان المغرب. هذه العلاقة الودية والعلاقة يعني المشتركة. اسمح لي سي وليد، اسمح لي قطعتك. يعني الامير عبد القادر، يعني بعد ما وقع هذه الاتفاقيه ديال السلم والسلام مع نعم، الاستعمار، الدعم. عطاو هدايا، كاين تبادل ديال الهدايا، معروف هذا الشيء من قديم يعني. والامير عبد القادر بدوره اهداهم للسلطان المغربي سلطان المغرب. مولاي عبد الرحمن بن هشام. الفرنسيين عرفوا أن هذا الأمير عبد القادر اللي راه داير الجهاد ضدهم، خاصنا نقطعوا له الدعم الحقيقي اللي راه يجيه. شكون يجي عنده الدعم؟ يجيه من الغرب، من عند المغاربة، لأن الجهاد كانت المقاومة مبنية على العقيدة، مقاومة ضد الكفار. نعم. ماذا وقع بعد ذلك؟ البوصلة نتاع المستعمر توجهت نحو المغرب. سيتم قصف طنجة والصويرة سنة 1844. نعم. ثم تقع معركة واد إسلي في وجدة سنة 1845، التي انبثق عنها معاهدة لالة مغنية مارس 1845. اوكي. وهنا أرغم السلطان، لأن الجيش المغربي آنذاك انهزم أمام قوة استعمارية كانت من أكبر أو أكبر قوة استعمارية في العالم، نعم. الإمبراطورية الفرنسية. إلا سمحتي لي السي وليد، هذه النقطة بالضبط هي انطلاقة من اللي بغينا ننطلقوا، لأن خصنا نقولوا الأشياء كما هي. دونك ما غادي نزوقوا، ما غادي نقولوا الأشياء سواء كانت إيجابية أو سلبية. هذه المعاهدة لالة مغنية، يعني اللي وقعها السلطان، يعني تحت غادي نقولوا يعني بعد الانهزام ديال المغرب ضد هذه القوة العظمى، وتوقعات اتفاقية لالة مغنية مقابل السلام مع فرنسا. كاين البعض، وكنشوفها احيانا البعض اللي كيكتب او اللي كيعلق، وكيقول بان كانت بمثابه خيانه المغاربه او المغرب للثوره الجزائريه في عهد الامير عبد القادر. كيفاش يمكن لك انت، كيفاش كتشوف من خلال يعني الاطلاع ديالك على هاد الوثائق التاريخيه وهاد المحطات كامله، واش بالفعل بان كانت خيانه، على ان بعد ما انهزم المغرب امام فرنسا، انا غادي نعتبرها كمغربي بانهم وقعوا اتفاقيه لاله مغنيه والسيف على عنقهم. يعني انا التحليل ديالي البسيط هو هذا. أرغم المغاربة على إيقاف دعم الأمير عبد القادر بناء على ما تعرض المغرب له من سنة نعم 1844 إلى سنة 1845. نعم سنة الفرنسيين اقتنعوا ودرسوا سيكولوجية العلاقات بين الجزائريين والمغاربة، وأدركوا أنهم عدو واحد بالنسبة لهذا المستعمر الفرنسي. لازم نكسروا المغاربة اللي راهم يدعموا الأمير باش يعزلوا الجزائر، فوالا. يعزلوا الجزائر. وفعلا فعلا عندما قطع الدعم، يعني وفرض على المغرب توقيع معاهدة لأرغم المغاربة على إيقاف الدعم ومطاردة أتباع الأمير عبد القادر، لأن هذا كان ضمن بعد الهزيمة نتاع الجيش المغربي سنة 1845، وبعد القصف نتاع طنجة والصويرة. وهنا على ذكر السي وليد، اسمح لي غير باش المتابع يبقى متابع معنا، ان هنا كنتكلموا على الجيش المغربي انذاك في 1844 1845 سنه، كنتكلموا على 1844. لنا ان نتصور يعني الجيش ديال المغرب شنو الاسلحه اللي عنده انذاك، وشحال هو العدد ديالهم مقارنه مع فرنسا اللي كانت دوله يعني نقولوا عظمى، وعندها أسلحة جد متطورة اللي غادي تهجم على المغرب. فملي كنتكلموا على الحرب، يعني كنتكلموا على جوج ديال القوى، يعني ما كاينش أننا نقارنوا بيناتهم. ما يمكنش نقارنوا ما بين الجيش الفرنسي آنذاك والجيش المغربي، يعني بأسلحة بدائية.
وبالتالي المغرب انهزم من طبيعة الحال. طبعا طبعا انهزم وفرضت عليه معاهدة وتغيرت الأمور بعد هي تلك اللي هي فهي الاتفاق هي المعاهدة لا المغنية. المغنية 18 مارس 1845، واللي حدت الحدود ما بين إيالة الجزائر ومملكة فاس ومراكش آنذاك، أو الإمبراطورية الشريفة، لأن المغرب كان يسمى بالإمبراطور الشريفية. أما تحديد الحدود من قلعة عجرود اللي هي مغنية إلى غاية نية الساسي، يعني بداية الجنوب الغربي، يعني بداية الصحراء، ما هي يعني المنطقة الشمالية، يعني في المنطقة الشمالية، يعني الخط الحدودي امتد للمنطقة الشمالية. وما وراء نية الساسي، هذيك أرض ما لم تتم تحديد الحدود فيها، وهذيك الأرض بعد ذلك الكومة الفرنسيين ما كانوش، مازال ما وصلوش إلى دار دينجون بعد حتى نهاية القرن التاسع عشر، وين بدات فرنسا تتوسع في الصحراء في الجنوب. نعم. اذا لولا قصف طنجة والصويرة وهزيمة الجيش المغربي، لما وقع اتفاقية لندن. الفرنسيين ما كانوش قادرين حتى يهزموا الامير عبد القادر، لان الامير عبد القادر كان عنده الدعم تاع المغاربه اللي جاهدوا معاه. كاين قبائل كبيره في الجنوب في الشرق المغربي كانت تتجاهد مع الامير عبد القادر ضد الفرنسيين. هذا نعم. خاطر هذا بالاضافه الى الدعم اللي كان يجيه من عند السلطه في فاس. نعم. المغرب ارغم على ذلك عقب انهزام جيشه. كي انهزم الجيش خلاص، نعم، الجيش ما بقاش هذاك الدعم اللي كان موجود من قبل، والفرنسيين عرفوا باللي قطع الدعم على الامير عبد القادر يكون من الجهه الغربيه، لان نعم. هي الوحيده اللي كانت تساعده. امير عبد القادر بعد ذلك انتهت المقاومه وتم نفيه الى فرنسا نعم. والى سوريا، اين قضى بقيه حياته نعم. الى غايه وفاته.